جمال المرأة مش مجرد متعة للراجل وبس، والراجل بيتحكم في كل حاجة في الحياة. صفة الجمال دي أنا رافضة إنها تكون أساس شخصية المرأة. مظبوط جدا، أنا بقى معاكي في الجزئية دي قلبا وقالبا. لا يا سلام، مع حضرتك جدا. أنا الصابة بقبضت الروح. ما بعملش فورمات في شعري عشان الفكرة دي أأكدها إن الجمال بس مش هو أساس شخصية المرأة. الله عليك يا أستاذة، يعني الحوار مع حضرتك ممتع وشيق جدا الصراحة يعني. حلوة قوي يا سلوى. احنا هنطلع فاصل ونرجع تفتحي لي قضيه الاغتصاب بتاعت البنت بتاعت الدقي، ما تنسيش ان ده اللي شهرها اساسا. اعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع تاني. الو استاذه اشجان رستم، ونفتح قضيه مهمه جدا. ده ولا حاجه ولا حاجه، لحظه كده بس، لحظه واحد منا يعرف ده معنى تاني. بس بجد بجد حضرتك رائعة جدا جدا. ميرسي. لا وجميلة جمال ما حصلش بصراحة، يعني انت احلى بكتير من الصور اللي شفتها لك على النت. مش قوي. لا ايه ده، بسم الله ما شاء الله، ده انا كنت فاكراكي اكبر من كده 10 سنين. بس احنا عاملين شوية حاجات يعني بسيطة كده، يعني هايفو حقن بلازما، يعني حاجات كده، وبوتكس وفيلر، يعني شوية كده هموت والله واعمله. ده لازم عشان نظبط وشنا طبعا. امال ايه. بس بصراحة الدكتورة اللي عملتهم لك رائعه، ما يبانش خالص ان انت عامله تجميل نهائي. لا ما انا اللي عاملي دكتور من بيروت مش دكتوره. فعلا اقول لك بصراحه، اتفضلي. الدكاتره الستات بتوع التجميل حقيقي مش شاطرين خالص، بيعملوا كوارث. لا انت مكسوفه تقولي ان هم بيعملوا كوارث في الطب كله، ده انا واحده منهم كانت هتموتني في الولاده. هو الحقيقه يعني حكايه النساء والتوليد دي، لا الرجاله افضل بكتير. مش كده والنبي؟ اه طبعا. والله انا بقول كده. هنروح نشوف الفلوس. ايه يا جماعة الفاصل اتأخر كده ليه؟ احنا خلصنا البيوتي سنتر كله. ايه اللي بيحصل ده؟ باشمهندس يا باشمهندس. ايه حضرتك نمت ها وما طلعتش فاصل والضيفة اتفضحت على الهوا. الضيفة ايه؟ الضيفة بتاعتنا. يا نهار اسود، يا نهار اسود. انت بتقولي ايه؟ يا نهار اسود، اهدي بس. انا اهدى ايه ونيله ايه؟ انا عايزه افهم حاجه واحده بس، الحوار اللي كان بيني وبينك في الفاصل ده كان على الهوا؟ ده كلام عادي على فكره. عادي ازاي؟ بوتوكس وفيلر وستات الدكاتره ما بتفهمش، ده عادي. ايه المشكله؟ هي مشكله بس في الستات. انت السبب على فكره، انت اللي فتحتي معايا الحوار ده ودبستيني. لا 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 يا فندم، دي غلطه غير مقصوده. اعمل بيها ايه؟ انا هطلع اقول الناس مقصوده ومش مقصوده؟ طب استاذن حضرتك نكمل الحلقه وبعد كده نشوف. نكمل ايه؟ انت اتجننتي؟ الحلقة دي اللي هكملها، انا مش هقعد هنا ولا ثانية واحدة. وعلى فكرة انتوا دمرتوا مستقبلي. يا فندم والله لا فضيحة ولا حاجة، ممكن بس حضرتك تسمعيني. مش هسمع ولا كلمة، وانا هتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد المحطة وهاخد حقي كويس قوي. بعد اذنك يا هادي لو سمحتي، والله هو قولا واحدا، ده اللي حصل ده ليس ذنب الاخراج ولا ذنب الاذاعة، ده ذنبي انا. انت؟ ايوه ده باشمهندس عبد الله، مهندس الصوت المسؤول عن برنامج وين. انت لسه هتشرحي لي؟ ده انا عارفاه كويس قوي. ايه ده؟ معقول؟ اه شفت بحسس الصوره معرفه قديمه وحبايب ما شاء الله. حضرتك صحتك عامله ايه دلوقتي؟ وتقولي لي غلطه ومش مقصوده.